طابت أوقاتكم بكل خير أينما كنتم وأينما تواجدتم في الوطن العربي الكبير. أجواء جميلة عبر قنوات أبوظبي الرياضية من هنا من الملعب الأولمبي والثانية على التوالي. هنا احتفلوا في بداية العام بذكرى مرور 100 سنة على تأسيس النادي. فيك المفاجأة أمام الترجي غول إفريقيا وأيضا غياب لأوتارا. يدخل هذا اللقاء في المرمى معز بن الشريفية رباع دفاع الدربالي بدران خليل شمام قائمة العين ومونديال الأندية في ديسمبر. فريق غالبا ما ينهي الموسم ببطولة ويبدأ الموسم ببطولة. وهنا ترى كان عنده تجربة في النرويج ثالث موسم مع الفريق. في تسديدة كانت موجودة من أنيس البدري يضرب كرة لكن سارة من جانب فريق الترجي. كرة بتصل في وسط الملعب بشكل رائع كوامي بونسو. انطلاقة سريعة تمريرة من البدري هذه كرة هرب فيها من هناك محاولة لمصلحة فريق الترجي لكن يكسب من خلالها روى حمد الهوني. الكرة بيستعيدها في وسط ملعب المباراة فريق الترجي. الكرة بتلقى للأمام محاولة انطلاقة الكرة خطيرة. الكرة بتأتي للعارضة فكرتها حلوة من الخميسي لكن رغبة الترجي أكبر. يا سلام أنيس البدري مر تقدم في هذه الكرة. أنيس يحاول أنيس مر أنيس 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 الله كرة البدري مرت بالبدري مر من لاعبان كرة لكن مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ثاني وصول ثاني تهديد ثاني محاولة. الترجي يقترب الترجي يقترب من مرمى النجمة. شوف هذه الكرة اللي مرت بسلام على مرمى عباس حسن في محاولة هي الأخطر لمصلحة الترجي. هذه كرة يستعيدها من هنا خليل شمام كرة لمصلحة الترجي. الترجي أيضا يمتلك من الأسماء. هذه كرة ومحاولة خطيرة لخناسي. أوهو كول فعلها الترجي لخناسي. لخناسي 1-0 يعطي الأسبقية للترجي هنا في رادس. لخناسي لغي العشر سنوات الأخيرة يعطي الأسبقية لمصلحة المكشخة بكرة ما كان فيها تسلل فيها متابعة وهو ملك المتابعة وهو واحد من أفضل روس الحربة في المتابعة. هو طه ياسين لخناسي يضع الترجي في المقدمة بهدف مقابل لا شيء. طبعا كانت مسألة وقت هدف المباراة الأول. هذه كرة والتحرك تمريرة في منتهى الروعة كانت خلف الدفاع والكرة في المرمى. ترجي 1 النجمة لا شيء 1-0 هنا في رادس الذي يتحرك ويشتعل جمهور. هذا هو صاحب هدف المباراة الوحيد طه ياسين. هذه محاولة وصلت بشكل ممتاز خطيرة. هذه كرة أمام المرمى. هذه الترجي في شوط المباراة قدم مباراة كبيرة في الذهاب مباراة. هذه كرة ومحاولة فرصة الهدف الثاني. كرة في مواجهة المرمى. الله 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 كنا نتمنى أن الله على كرة لكن تسلل تسلل موجود تسلل موجود تسلل موجود. عبد الرؤوف عبد الرؤوف تملت يا فرحة ما اكتملت هنا وضعية تسلل أم ماذا. أعتقد بأنه يعني لا وجود لوضعية تسلل. الفريق التونسي اوه يعيد عهد وتاريخ الكرة اليمنانية. هذه كرة في الجهة اليمنى عرضية الكرة سامح الدربالي بيخلصها. المتعة من جانب الترجي. ترجي المتعة ترجي الألقاب ترجي التاريخ. هذه كرة الله مرت هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب الثاني وعلى نهاية المباراة. كرة عالية للأمام 75 دقيقة لعب اليعقوبي بيخلص هذه الكرة خطيرة. جول هدف يلغى من جانب حكم المباراة عادل النقبي. هدف يلغى من جانب حكم المباراة عادل النقبي بوجود لمسة يد وركلة حرة غير مباشرة. هنا عادل النقبي يتجه أو سيتجه براسية تحولت إلى يعيدها إلى كوامي بونسو. كرة ترجية محاولة للأمام خطيرة. هذه كرة تمريرة الكرة طاها 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 الله جول. هو مرة أخرى هو مرة أخرى طاها ياسين لخنيسي قوية حتى لا تعود من مرمى قوية. هذه القذيفة طاها ياسين لخنيسي مانين يسجل هدف من أجمل ما يكون من أروع ما يكون. هذه ممكن فيها تسلل لكن في النهاية يكملها في المرمى يكملها في المرمى. هدف ثاني لمصلحة الترجي بطل إفريقيا
يسجل هدف ثاني بتمريره حلوه من بن شرقي.